في كل البلدان، وفودافون كمان لازم يبقى في بطاقة تفرق الزائر عن صاحب المكان، والبطاقة دي معروفة باسم الاي دي وخاصة بصاحبها زي فرشة الأسنان تمام، ومش لازم نسلفها أو ننساها في أي مكان، ولو حصل شيء مش في الحسبان الاي دي دايما هو الضمان. يا مسرور، طلع مرسوم أوام واطلب من الكل الالتزام، وخلي كل واحد يحافظ على نفسه ويهتم بالاي دي علشان فيه الأمان.